فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإنسان يتيمم لأجل عذر من الأعذار وكان عليه خف، فهل لا بد أن ينزعه بعد مرور يوم وليلة؟ لا، ما ينزعه، يتيمم الحمد لله وعليه الخفين، ما يخاف. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.